لماذا تخيم عليكم الكآبة مع أن هطول المطر يدعو إلى التفاؤل؟ اطمئنوا لن يفلت من أيدينا. نحن سلاميك يا سيدي. صحيح يا شباب، أنت رائع يا سيدي. كلام شيخان وأتباعه لا يدعو إلى الاطمئنان أبدا. كيف سأقاوم حزني هذا؟ أشعر بالوحدة بعد أن انفض الصغار من حولي. حياتها مستقلة. أشعر بأنك حزينة هذا الصباح. ترى هل تعانين من شيء ما؟ لم يعد هناك من يؤنس وحدتي يا بايو. هل ابتعد عنك صغارك أخيرا؟ نعم، انظر، أصبح سيمبا في واد وأنا في واد آخر. عليك أن تعتادي على غيابه، فسيمبا لم يعد صغيرا. أعرف ذلك. علينا قانون حياتنا تقبل ابتعاد صغارنا عنا في سن معينة. من المؤكد أنهم سيذكرونك حتى لو ابتعدوا عنك. أرجو ذلك، ما أخشاه الآن أن ينسوا اسمي. لا تبالغي في تشاؤمك، فأنت قد أحسنت تربيتهم والجميع يشهد لك بذلك، وإني لن يخيب ظنك. أنسيتني همي. سيفارقنا عاجلا أم آجلا؟ هذا ما يحزنني، لكن لابد من تقبل أمر ابتعاده عني كما ذكرت. بإذنك سأتناول بعض العشاء. الآن؟ هل تظن أن الوقت مناسب لطرق أبواب خلايا النحل يا بالو؟ لا لا تسخري مني أرجوك، فأنا سأحصل على ما أريد من العسل بأساليبي الخاصة. كن حذرا، فلسعات النحل مؤلمة. اطمئني، فهذه ليست المرة الأولى التي أصب فيها على خلية نحل. ما الذي يجول الآن في خاطرك يا صغيري؟ أخيرا توقف هطول المطر. ما الأمر؟ لا لست متعبا، لكنك لم تعد مريحا كما في السابق. معك حق، لدي ما يشغلني. لما لا تلهو معنا قليلا؟ شكرا، لا رغبة لي في اللهو. أصبحت تصرفاتك غريبة في الآونة الأخيرة، لماذا تصر على البقاء وحدك هنا؟ أستطيع في هذه الحال زيادة قدرتي على فهم ما يدور حولي وعلى فهم ما لي وما علي. ولماذا يحتاج بالو إلى مساعدتي يا أصدقائي؟ أرجوك أسرع لإنقاذه، فالأمر لا يحتمل التأجيل، أرجوك. وأين هو؟ سندلك على مكانه، أرجوك أسرع يا سيمبا. حسنا. لم نعهدك بليدا إلى هذه الدرجة، فلقد كنت خير من يقدم العون إلى أصدقائه فيما مضى. أرجوك أسرع، وإلا وقع بالو في مأزق يصعب الخروج منه. صدقني يا سيمبا. حسنا، أنا قادم. هيا أسرع، فنحن لا نملك وقتا نضيعه. هيا أسرع وإلا فات الأوان. أرأيت، تأخرنا. هيا أبعد خطر النحل عن باله. هيا قد لا أنجح في إنقاذه، ومع ذلك لا بد من المحاولة. هيا دعوه وشأنه. أنا
بالو يا لك من دب متطفل. أنا لا أستحق كل هذا. يكفي، هذا يكفي. أظن أن بالو قد نال هذا اليوم عقوبة رادعة. اهرب يا بالو، اهرب يا صديقي. إياك والتدخل فيما لا يعنيك يا سيد دقاق. قلت يكفي، يبدو أن الأمر قد زاد عن حده. ولكنه سرق عسلنا. بالو ليس لصا يا أصدقاء، إنما شراهته لتناول العسل دفعته إلى أخذ القليل فقط. هذا كل ما في الأمر أيتها النحلة الجميلة. بالتأكيد. حسنا، سنعفو عن بالو هذه المرة. اجتماع. يبدو أن الخطر قد زال. هيا تستطيع الخروج من الماء الآن. هل زالت مخاوفك؟ لن أبقي على نحلة واحدة هنا. لحظة، هدوء يا جماعة. أخبرنني أيتها النحلات، كيف تحصلنا على العسل؟ أيجهل سيمبا الإجابة عن هذا السؤال؟ ببساطة، نحن نحصل على العسل من رحيق الأزهار. كنت أود سماع ذلك منك، إذن أنتن تسرقن الرحيق من الأزهار وبعدها يحولن الرحيق إلى عسل. رحيق الأزهار هو المصدر الأساسي لحياتنا. إذن حياة النحل متوقفة على جني الرحيق. والرحيق ليس ملكا لهن. الرحيق ليس ملكا لأحد يا بالو. إذن من حق تناول ما أحتاج إليه من العسل. حاجة بالو إلى العسل تعادل حاجة النحل إلى رحيق الأزهار. نحن لا نستطيع العيش من دون الرحيق. نعم هذا صحيح، لا نستطيع العيش. كما أن بالو أيضا لا يستطيع العيش من دون تناول العسل. هناك من يصر على حرمان طعامي. ونشقى للحصول على طعامنا، أما أنت فلا هم لك سوى التطفل على الآخرين. من حق بالو ومن حق الجميع أيضا السعي للحصول على الطعام، إذ لا يمكن لأحد العيش ما لم يحصل على الغذاء اللازم. طعامكم طعامنا وأفعالكم أفعالنا. شأني وشأني. لنتوصل إلى حل مناسب. اهدأوا. إذن ما زال هناك للحوار تتمة. لنستمع إلى ما سيقوله سيمبا. هيا أعطنا حجة مقنعة. الأمر واضح، ماذا لديكم بعد؟ العسل نفسه. لنتناقش بهدوء. أرجو ألا تنحاز إلى صف أحد، وتذكر أن بالو يستطيع الاستغناء عن العسل، أما نحن فلا نستطيع الاستغناء عن رحيق الأزهار أبدا. كل حجارة يا أمريكان. لا أدري لماذا تعاملنا بالو بمثل هذه الأنانية مع أنه دب ودود. ماذا تقصد يا سيمبا؟ إذا فرضنا أن بالو قد أخطأ عندما تناول بعض العسل، فأنتن أيضا تتحملن مسؤولية سلب الأزهار والورود رحيقها، أليس هذا هو رأيك؟ لذا لا يحق لأحد أن يتهم بالو بالسرقة، لكنه سيعد سارقا إذا تناول في يوم ما كل ما تحتويه الخلية من عسل. لن يأخذ بالو إلا القليل. وما الضمانة؟ اطمئني، فبالو لا يعرف الأنانية أبدا. لكن هيا وافقي لنجرب. هيا قبلنا، ولكن على بالو أن يفي بوعده أمام الجميع. أنا لا أخلف وعدي أبدا. ما دام كلا الفريقين قد وافق على إنهاء المشكلة، أرجو ألا ينشب خلاف بعد اليوم بينكم. لا تخف. ألا ترغب في تناول بعض العسل؟ لن أعاقب هذه المرة. ألم نبدو
فقط لا يدفعنا يا بالو فإذا تعلق مواقع خلايانا بدقة. ذاك من الفواكه الآن. هيا تناول حاجتك من العسل. أكاد لا أصدق ما تسمعه أذناي. بل صدق فأنا أنفذ ما اتفقنا عليه. لكن لا تتردد فعل ما شئت من العسل. أخشى أن أستطيع تقدير الكمية المناسبة من العسل. خذ حاجتك ودع لنا ما نأكله فقط. نستطيع تعويض ما ستأخذه بسهولة. يبدو أنك تشعر بالخجل لذا سنخدمك بأنفسنا. هيا. لم أكن أحلم بكل هذا صديقيني. أرجوك يا بالو اقبل دعوتنا. هيا تفضل تفضل لا تخجل. الخلية خليتك. هيا. لن أنسى ما فعله سيمبا من أجلي. بالو ضيفنا ومن واجبنا إكرامه. سمعتم؟ لن نبخل عليه بشيء. أرجو أن يعجبك عسلنا أيها الدب الطيب. تناول طعامك. أما نحن فسنذهب إلى الحقول لجني الرحيق. لا 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 سيمبا سيمبا أود التحدث إليك. توقف يا سيمبا. هل أنت عازم على الرحيل إلى حقول السافانا حقا؟ لم أتخذ قرارا حاسما بهذا الشأن بعد. رائع. لا 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 أتشرف بدعوتك لزيارتي وإني أرجو ألا تعتذر عن ذلك. هيا اتبعني. لماذا توقفت؟ لقد وصلنا إلى المكان المحدد ولا سوف أقدم إليك بصغاري فردا فردا. صغارك؟ أين هم؟ أغمض عينيك قليلا. أخبروني كيف وصلتم إلى هنا بمثل هذه السرعة؟ تحدثنا أبي عنك كثيرا. أهلا سيمبا. سعدت بلقائكم يا أصحاب. انظر حولك يا سيمبا لترى روعة الغابة التي نعيش فيها جميعا. انظر ها قد جاءت العصافير لترحب بك. فلنعبر جميعا عن فرحنا بلقاء سيمبا. ها؟ ها؟ ها؟
لما هذا البكاء؟ أقمنا هذا الحفل المتواضع لودائك يا سيمبا. أخبرتك بأنني لم أقرر الرحيل عن الغابة بعد. شجعني حفلكم هذا على البقاء هنا. هذا خبر رائع. ما فعله سيمبا اليوم يبرهن على أنه جدير بمنصب الزعيم في المستقبل. لا تحاول إحراجي، فأنا توقعت له ذلك منذ رأيته أول مرة. تولي سيمبا لمنصب زعيم الغابة مستقبلا أمر لا يختلف عليه اثنان. لن ننسى إسهامك في تنمية قدراته، فلقد كنت خير معلم له في صغره. حينها كنا في ريعان الشباب، أليس كذلك؟ كنا وما زلنا يا صديقي. أي شباب هذا أيها العجوز؟ سأفوق من الضحك. سيقتنع الجميع هذا اليوم بعبقريتك وسلامة ما تفكر فيه دائما يا أود نافرو. ما به؟ إنه واثق بنجاح فكرته. لم أعد أستطيع الانتظار أكثر. لما كل هذا التأخر أيها الخلد؟ عملنا بهدوء كي لا يشعر بنا. أحسنت. المهم أن الحفلة قد نجحت. كنت أتوقع ذلك. ماذا يحدث؟ انتظروا يا شباب. أهلا سيمبا. ما سبب كل هذه الضجة يا بول؟ سنتمكن من اكتشاف ما يخطط له شريخان. ولكن كيف سنتمكن من ذلك أيها الكلب الوفي؟ سنستمع إلى كل ما يقوله من خلال النفق الذي حفره الخلد. حقا؟ أثرت فضولي. بفضل مساعدة الخلد تمكننا من إيجاد وسيلة اتصال مدهشة. ماذا؟ لا تصدروا أي ضجة. يجب أن تخفضوا أصواتكم. حان الوقت المناسب للتخلص من سيمبا وأصدقائه. أنا سأخذ زعيما لهذه الغابة، مفهوم؟ أنا الأقوى، أنا الأقوى. أنصتوا. أبحث عن وسيلة أخرى، فأنا أكاد لا أسمع شيئا. هدوء هدوء يا قرود، هدوء يا أوباش. من المؤكد أن سيمبا سيهاجر إلى حقول السافانا آجلا أم عاجلا، وبذلك ستخلو الساحة لي وحدي. وحدي؟ لن أدع سيمبا يهاجر إلى حقول السافانا قبل أن أتمكن من تحطيم غروره وغرور أصدقائه أيضا. أنا السيد الأول والأخير لهذه الغابة. أيها الوغر، سأقطع ذيل شريخان بأسناني ذات يوم. أكره شريخان وأكره كل من ينتمي إلى فصيلته. نصحتك ألف مرة بألا تبالغ في حماستك، لأن الحماسة لا تجدي نفعا إن لم تقترن بالكفاءة اللازمة أيها المغفل. أرجو أن يقلع سيمبا فكرة الرحيل. لمن سيدع منصب زعيم الغابة إذا رح؟ علينا جميعا أن نقنع سيمبا بضرورة البقاء هنا وعدم الرحيل إلى سهول السافانا. لن نتخلى عن سيمبا. يبدو أن هناك إجماعا على ضرورة إبقاء سيمبا بيننا. سنحاول إقناعه بالعدول عن قراره. فلننصرف إلى أعمالنا. إلى اللقاء. هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أمي. إنني أدعو الذئاب إلى اجتماع عاجل. اجتماع عاجل؟ سأدعو الذئاب للمشاركة في المعركة، فهمت؟ لقد وصلتهم رسالتي. سترد الذئاب على رسالتي بالتأكيد، أنصتوا، ستسمعون الآن نشيدنا. هذا يعني أن الذئاب ستلبي دعوتي لمشاركتنا في أي معركة نخوضها مستقبلا. لا يستهان بقوة الذئاب أبدا. من الواضح أن الذئاب تحب سيمبا. أصبح لدينا الآن من القوة ما يكفي لهزيمة شريخان وأعوانه. لن تدخر جماعة الذئاب جهدا في سبيل إنقاذ الغابة من خطر شريخان وأعوانه، ويبدو أننا سنبقى في انتظار قرار سيمبا الحاسم. ترى هل سيبقى إلى جانب أصدقاء الغابة أم أنه سيرحل إلى حقول السافانا البعيدة، حيث المكان الأول الذي أبصر فيه النور ذات يوم؟